السلام عليكم شباب. طبعا المحاضرة اللي فاتت احنا تكلمنا بيها على المسج بوكس، وقلنا عندنا قانون بسيط مثل ما تشوفون راح اشرح لكم عليه بالملزمة. هذا القانون نتبع هذا القانون، ننزل البرومبت اللي هو محتوى الرسالة، بعدين البوتونز، وقلنا البوتونز نقدر ننزل الشي اللي يناسبنا، يس او نو كانسل، يس او نو اوكي او كانسل وهكذا. وبعدين عندي التايتل اللي هو شنو، اللي هو عنوان المسج بوكس مالتنا. راح اسوي مسج بوكس كلش بسيطة، وبعدين راح اضيف عليها تفاصيل جديدة ناخذها اليوم ان شاء الله. افتح البرنامج مالتنا مايكروسوفت فيجوال ستوديو، بالخطوات شوية سريع لان هاي الامور احنا كل احنا مر علينا سابقا. راح اجي انزل بوتون بسيطة ودبل كليك على البوتون، وراح اسوي مسج بوكس، ولا مثلا MSG بوكس قوس تر your name، او خلينا نقول فقط your name. بعدين فرزا نقول vb يسونو فقط، فرزا التايتل مالتنا names، سد القوس مالتي. طبعا مسج بوكس جدا بسيطة، راح اجي انفذها. من اضغط هنا راح تطلع عندي مسج بوكس مثل ما تشوفون. وهذه الامور احنا سويناها بالمحاضرة السابقة ونفذنا هذا الشيء. اذا تشوفون حاليا انا من اضغط على يس ما قاعد يصير عندي اي شيء، ومن اضغط على نو هم كذلك ما يصير عندي اي شيء. لهذا السبب انا راح افعل اليس والنو. هذه المحاضرة مالتنا راح نفعل المسج بوكس. المحاضرة السابقة فقط رسمنا المسج بوكس، هنا لا راح افعلها. من اضغط على يس سوي لي فد عمل معين، من اضغط على نو سوي لي عمل ثاني وهكذا. راح ارجع للديزاين وراح اضيف على الديزاين تكست بسيطة حتى اطبع بيها بعض الامور اللي اريدها اني. خلينا نطي حجم خط للتكست، نطي مثلا بولد وقول 20 حتى تكون واضحة، كبرها شوية يعني راح اكتب بيها هواي تفاصيل، واريد الكتابة مالتها تكون بالنص اللي هو الالايمنت. وين الالايمنت؟ الالايمنت تكست لاين بمكان ليفت، راح اقول له سنتر. هسه صار عندي ديزاين كامل، راح اجي اضغط دبل كليك على البوتون، موجوده عندي هذه المسج بوكس، راح اضيف عليها بعض التفاصيل وانفذها بعدين راح اشرحها. اقول له الدم مثلا متغير z as string، وبعدين اجي اقول z تساوي المسج بوكس مالتي. بعدين انزل اجي واقول له f المسج بوكس اللي هي z capital تساوي vb yes then. طبعا هنا عندنا شنو؟ عندنا الاف ستيتمنت، واحنا ماخذين الاف ستيتمنت تكست بوكس 1 دوت تكست ويساوي، ونقول له مثلا يو هاف كليكت on yes button. طبعا لي هذا الشيء
وإذا ضغطت على النو معناته شنو؟ معناته رحت للإيلس، هقول له إيلس نفس هذه الجملة. اوكي كوبي، وراح انزل لي جوا واقول له انت ضغطت على النو. اوكي شباب، هذه اف ستيتمنت جدا بسيطة. اذا تتذكرون الاف ستيتمنت في المحاضرات السابقة قلت الاف ستيتمنت اذا بيها شرطين استخدم اف ستيتمنت وايلس اللي هي النوعية الثانية بالاف ستيتمنت. الاف ستيتمنت مالتي الزت هي شنو؟ الزت راح تنخزن بيها كل المسج بوكس مالتي. اذا ضغطت اوكي داخل المسج بوكس، العفو، اذا ضغطت يس داخل المسج بوكس، اذا الزت تساوي لي يس، ذين اطبع لي هذه الجملة وين؟ بالتكست بوكس الاولى. واذا ضغطت على النو راح يطبع لي شنو؟ راح يطبع لي you have clicked on no button اللي هي ال else، اللي هو الشرط الاول تابع لل yes والشرط الثاني تابع لل no. اكيد يعني اذا مو yes no راح اقول له تنفيذ. راح اخلي الكود قدامكم حتى تشوفونه. حاليا اني راح اضغط على البوتون اللي يطلع لي المسج بوكس. ايش بيها المسج بوكس مالتي من سويتها؟ بيها yes وبيها no. اذا ضغطت على الياس معناتها اختاريت انا الشرط الاول. اذا بما انه انا اختاريت الشرط الاول لازم تنطبع لي هذه الجملة you have clicked on yes button. وين تنطبع لي؟ تنطبع لي بالتكست. واذا ضغطت على النو معناتها اختاريت الايلس. اذا مو يس معناتها نو، مو صحيح؟ اذا مو يس معناتها نو. اذا راح يطلع لي You have clicked on no buttons وين؟ بالتكست بوكس الأولى اللي موجودة عندنا. إذا خليني بالبداية أضغط على اليمين على yes. أضغط على yes شو راح يطلع لي؟ You have clicked on yes button. خليني أمسح هذا الشيء كله، راح أجي أمسح وأنفذ مرة ثانية وراح أضغط وين؟ راح أضغط على النو مو على yes، على النو. أضغط على النو راح يقول لي you have clicked on no button. اذا الاف ستيتمنت جدا واضحه، الشرط الاول راح ياخذ لي اليس والشرط الثاني باي ديفولت راح ياخذ النو لان انا عندي يس ونو فقط. مثال جدا بسيط هذا شباب مثل ما تشوفون امامكم، هذا يخص اليس والنو. طبعا انا شلون عرفت المسج بوكس مالتي بيها يس ونو؟ منين؟ من البوتونز اللي اني سويتهن بالمسج بوكس. اوكي زين، عندي الفاليو مال من؟ مال التفاصيل اللي تكون داخل المسج بوكس اللي هي مثلا في بي اس الها شنو؟ الها فاليو. في بي نو الها فاليو. اذا اني اما اكتب الفي بي اس او الفي بي نو او اعطيها الانيشال فاليو مالتها مثل ما تشوفون امامكم. انا عندي جدول، الجدول الاول خاص بالمسج بوكس، الجدول الثاني خاص بمن؟ بالسلكت بوتون اللي هو الانيشال فاليو. يعني اني اذا ضغطت على الاوكي معناته شنو؟ معناته اختاريت واحد. اذا ضغطت على الكنسل معناته اختاريت اثنين. إذا ضغطت على الياس معناته اختاريت ستة. إذا ضغطت على النو معناته اختاريت شنو؟ سبعة. إذا أجي على المثال مالتي وراح أخلي بمكان في بي يس راح أخلي رقم ستة. أوكي اللي هي مثل ما موجود عندي وين؟ مثل ما موجود عندي بالجدول مالتي اللي هو هذا رقم ستة. الستة معناته شنو؟ معناته في بي يس. اما اكتب في بي يس او اقول له رقم ستة وشنو معناته؟ معناته سلكت بوتون اللي هي اليس. خليني اجي انفذ واشوف المثال مالتي. هضغط على التنفيذ
البوتون راح تطلع للمسج بوكس. اذا اجي اني اقول له يس المفروض تطلع لي شنو يو هاف كليكت اون يس بوتون. تمام طلعت لي يو هاف كليك اون يس بوتون. شنو معناتها؟ معناتها الفاليو اللي هو الستة يمثل لي شنو؟ يمثل لي اليس. اوكي شباب زين خلينا شوية نتلاعب بالمثال مالتنا. خلينا نط قيمة المن، نط قيمة للنو. خنسويها بالعكس اللي هي راح اعطي رقم 7. هذا 7 وهنا راح اغير هذه الرسالة الى نو وهنا راح اقول له يس حتى تكون عندنا التنفيذ واضح. اذا تشوفون في هذه الحالة انا قلبت الشرط مالتي، الشرط الاول صار ثاني والشرط الثاني صار اول. اذا من اجي اضغط اني على التنفيذ واعطي تنفيذ، اضغط على البوتونز راح تطلع عندي شنو؟ راح تطلع عندي نفس المسج بوكس. اذا اضغط على النو راح يطلع لي شنو؟ يو هاف سيلكتد نو بوتونز. اوكي شوفوا. واذا ضغطت على اليس راح يطلع لي شنو؟ يو هاف سيلكت يس بوتون. مثل ما تشوفون هنا انا هنايا اطيت شنو؟ اطيت الشرط مالت الاول للنو والايلز اخذت لي شنو؟ اخذت لي شرط اليس. اذا خلي بالك ملاحظه احنا شارحينها سابقا، الاف ستيتمنت النوعيه الثانيه بها شرطين اللي هي الاف والايلز. فالاف الاولى راح تاخذ لي الشرط الاول وباي ديفولت العكس هو راح يكون شنو؟ الشرط الثاني مالتي مثل ما اخذناه بالمثال مالتنا. خلينا نغير المسج بوكس مالتي وناخذ مثال ثاني عليها. نقول مثلا هنا بمكان في بي اس ونو وراح اعطيه مثلا اذا اصعد لي شباب صوت واضح للجميع؟ حسن هادي صوت واضح؟ لا دكتور صوت مو واضح. دكتور الصوت بعيد بعيد وقطع. هسه الصوت واضح؟ هسه الصوت واضح شباب؟ دكتور يقطع. شباب هسه واضح؟ ليش ما واضح؟ هسه واضح. هسه شلت السماعات وشلت كل شيء. هسه واضح. هسه واضح؟ اوكي تمام، ما دام واضح خلينا نكمل. اوكي شباب خلينا نكمل. اذا اجيت انا هنايا وعلى المسج بوكس مالتي راح اضيف عليها على سبيل المثال رقم 4. المسج بوكس مالت الرئيسية طلاب أريدك تميز بين من؟ بين الجدول الأول وبين الجدول الثاني. الجدول الأول مثل ما تشوفون هذا الجدول خاص برسم المسج بوكس. شلون أرسم المسج بوكس؟ إذن هذا الجدول خاص بالجدول اللي موجود عندنا، إنه شلون أنا أرسم المسج بوكس مالتي. الجدول الثاني طبعا هو بتفاصيل هواي، بس انا اختاريت لكم التفاصيل المهمه اللي فقط محتاج من عندكم انه تدرسون هذا الشيء، لان انا اقدر افعل هواي تفاصيل وكل وحده من عندهن لها فاليو معين، بس التفاصيل المهمه عندنا اللي هي شنو؟ الاوكي والكنسل واليس والنو. اذا الجدول الاول خاص برسم المسج بوكس، الجدول الثاني اللي هو خاص بعملية سيلكت بوتون. سيلكت بوتون وين؟ داخل المسج بوكس. اوكي شباب هسه انا غيرت المسج بوكس هنا مالتي 4 وراح اجي انفذ البرنامج مالتي. طبعا البرنامج مالتي راح يكون نفسه ما بي اي تغيير،
هم راح يطلع عندي يس او نو، ومن اضغط على يس راح يطلع لي يو هاف كليك يس بوتون، ومن اضغط على نو راح يطلع لي يو هاف كليك نو بوتونز. ما عندي مشكله، بس شنو اللي يتغير عندي هنا؟ اللي يتغير عندي هنا انه الرسمه مال المسج بوكس مالتي بمكان ما اقول له في بي يس او نو اختاريت رقم 4، اللي هو هذا رقم 4. رقم 4 اذا تشوفونه هذا رقم 4، رقم 4 شو يمثل لي؟ يمثل لي الفاليو اللي خاص باليس والنو. زين، اذا اجي هنا اني اختار رقم 3، ركز وياي، راح اختار رقم 3. وين اني؟ على رقم 3، او خلينا نختار رقم 1. شوف شو راح اختار، راح اختار رقم 1. رقم 1 ايش بيه؟ بي اوكي وكنسل. راح اجي انزل هنا رقم 1. دكتور عفوا بس الصوت بعيد. طلاب صوت بعيد، سالم شغل بعيد ما نسمع. هسه واضح؟ عليت السماعة على كل علوها وقاعد اصيح، حتى الجيران راح يقعدون. شوفوا ناسس طلاب، واضح صوت؟ نفس الحال دكتور، قبل شوية كان أعلى. قبل شوية كان أعلى؟ يعني رجع السماعة. ثواني. لا دكتور، قبل شوية من دبيت السماعة كان عالي، بس أصلاً أنا بعدين داب السماعة، رجع الصوت نزل. داب السماعة، ما سويت شي أصلاً أنا بالحاسبة هسه. أنا ريت أشوفكم. ما سويت شي بالحاسبة، بس قلت لك هسه شلونه؟ فقط اعطيت صوت جدا بسيط. هسه الصوت مو واضح شباب؟ سلام يمي، هو كل شيء ما تغير. بقيه الشباب فهد حوراء البقيه قيس بقعد يسمعوني شباب؟ دكتور الصوت واضح. قيس صوتي واضح؟ واضح دكتور واضح. حوراء صوتي واضح؟ اي دكتور يمي واضح. فهد صوتي واضح؟ فهد؟ فهد رجع نام. احمد خضير صوتي واضح؟ هذا شنو؟ يا لا اقول له راسا يطلع. حيدر نصير صوتي واضح؟ نعم دكتور. محمد قاسم فقط يمك الصوت مو واضح. البقية كل الطلاب الصوت يمهم واضح. خلينا نكمل المحاضرة. طبعا اللي صوت مو واضح، أنا طبعا المحاضرة قاعد تسجل حاليا وراح أنزل لكم إياها إن شاء الله اليوم بعد ما تخلص المحاضرة. هنا أنا إذا تشوفون شباب اختاريت رقم 1. رقم 1 حسب الجدول مالتنا راح يطلع لي بيها اوكي او كانسل. اذا من اجي انفذ اني المثال مالتي راح يطلع عندي شنو؟ اوكي او كانسل، ما راح يطلع عندي يس او نو. زين، اذا اجي اني هنا راح القى رقم 7. رقم 7 حسب الجدول مالتي تابعه لمن؟ تابعه للنو. بس اني ما اريد افعل النو، اريد افعل الاوكي والكنسل. اذا راح اجي هنا اقول له فعل لي رقم 1 اللي هو خاص بمن؟ خاص بالكنسل او بالاوكي. بالاوكي نرجع عليها نشيك، خاص بالاوكي. رقم 1 خاص بالاوكي، والاثنين خاص بمن؟ بالكنسل. اذا انا حاليا من اجي انفذ البرنامج مالتي الكنسل، من اجي انفذ البرنامج من اضغط على البوتون شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي اوكي او كنسل. من اضغط على الاوكي راح يطبع لي يو هاف كليكت اون اوكي بوتون، ومن اضغط على الكنسل
You have a click cancel button. اوكي شباب، اللي اريدك تركز بيه، اللي دائما الطلاب يوقعون بيه ويصير عندهم مشاكل. الجدول الاول خاص برسم المسج بوكس، الجدول الثاني خاص بعمليه سلكت البوتونز داخل المسج بوكس. يعني ليش لا تقول لي استاذ انا ليش خليت هنا واحد وهنا واحد؟ هذا الواحد اللي هنا خاص بالجدول الاول، والواحد اللي موجود بالاف ستيتمنت خاص بمن؟ بالجدول الثاني. طلاب هذا اللي اريدكم تركزون به، لان المراحل السابقه كلهم يوقعون بمشاكل هنا بهذا المكان، يوقعون بمشاكل ما يميزون الارقام اللي موجوده بالجدول الاول على الجدول الثاني، عبالهم الارقام متشابهه. لا شباب، هنا رقم واحد يختلف على رقم واحد هنا، بقية الأرقام اللي موجودة هنا تختلف على الأرقام اللي موجودة هنا. إذا ركز وياي، الجدول الأول أعيد وأكرر، الجدول الأول خاص بعملية رسم المسج بوكس، والجدول الثاني خاص بعملية select the button، يعني اختيار البوتون داخل من؟ داخل المسج بوكس. يعني من أضغط على OK، من أضغط على cancel، من أضغط على ignore، من أضغط على بقية التفاصيل. اوكي، كل وحده شنو لها فاليو معين موجود عندي. اوكي شباب، طبعا هذا بما يخص المسج بوكس. المحاضره القادمه ان شاء الله راح اخذ شنو الانبوت بوكس. بس اكو شيء بسيط حتى تعرفون هذا الشيء، المسج بوكس مالتي حسب القانون مالتي اللي موجود عندي هنا، المسج بوكس تتكون من ثلاث تفاصيل، البرومبت والبوتونز والتايتل. هذا القانون مالتنا، ونفذنا هذا الشيء وين؟ بالمحاضرة السابقة بالمختبر. زين، اكو مسج بوكس تكون فقط تحوي على برومبت، يعني بيها فقط البرومبت، ما بيها لا بوتونز ولا تايتل. خلينا نسويها، يعني خلينا نمسح هذا الشيء ونرجع المن فقط للمسج بوكس حتى تكون عندنا واضحة. هذه المسج بوكس، من اجي انفذ هذه المسج بوكس ايش راح يطلع عندي؟ بس اعيد شوية تركزون وياي. هنا اني مطي واحد ومطي نيمز، راح يطلع عندي شنو؟ اوكي وكانسل. النيمز اللي هي التايتل، واليور نيم اللي هي شنو؟ اللي هي البرومبت. شو راح اسوي انا هنا؟ راح اقول له اشيل الواحد واشيل النيم واخلي فقط البرومبت. هذه المسج بوكس يسمونها المسج بوكس البسيطه. راح اضغط، ركز وياي، شنو البوتونز اللي راح تطلع عندي؟ انا عندي البرومبت ثابتة، شنو البوتونز اللي راح تطلع عندي باي ديفولت؟ الفيجوال بيسك هو اللي راح يخليها، وشنو التايتل اللي راح يطلع عندي؟ انا هنا حسب المثال مالتي موجود فقط برومبت، وحسب القانون مالتي مال المسج بوكس عندي برومبت وعندي بوتونز وعندي تايتل. اذا عندي نقص اني بوتونز وعندي نقص تايتل. إذا كتبت فقط البوتونز، شنو اللي راح ينضاف عندي من خلال الفيجوال بيسك بالنسبة للبوتونز، وشنو اللي راح ينضاف عندي التايتل؟ يعني الفيجوال بيسك هو راح يعطي تايتل من يمه، وهو راح يعطي بوتونز من يمه. خلينا نشوف شنو اللي راح يعطينا اياها. من اضغط واضغط على البوتون، شو راح يطلع عندي؟ ركزوا يا شباب، هنا راح يطلع باي ديفولت اوكي، فقط اوكي، يعني ما يطلع لا يس ونو ولا نو ولا كنسل ولا اي شيء ثاني. الفيجوال بيسك يقول اذا كتبت فقط البرومبت انا من وحدي راح انزل اوكي، وراح انزل التايتل مال من؟
مال البرنامج مالتي، البرنامج مالتي اذا تشوفونه لي فوق ايش مكتوب؟ مكتوب ويندوز ابلكيشن 4. اذا التايتل مالته صار شنو؟ صار ويندوز ابلكيشن 4. اذا راح ياخذ التايتل نفس التايتل اللي موجود بالبرنامج مالتي وراح ينزل لي اوكي كبوتونز. هذه المسج بوكس يسمونها المسج بوكس البسيطة، واقدر اني استخدمها في حالة اريد اسوي مسج بوكس سريعة. اوكي شباب، اذا خلي ببالك شيء، انه اني اقدر اكتب المسج بوكس بهاي الطريقة، او اقدر اكتب المسج بوكس بالطريقة السابقة وحسب الجدول مالتنا. ممكن اجيب لك مثال سؤال بالامتحان، اعطيك هذه المسج بوكس واعطيك مسج بوكس بها ثلاث تفاصيل اللي هو البرومبت والتايتل والبوتونز، واقول لك ارسم لي المسج بوكس الاولى وارسم لي المسج بوكس الثانيه. فانت لازم تعرف شنو اللي راح ينضاف عندي بالمسج بوكس الاولى اللي هي البسيطه، وشنو اللي راح ينضاف عندي بالمسج بوكس الثانيه اللي بيها تفاصيل القانون مالتي. اوكي شباب، لحد هنا انا انتهيت من المسج بوكس. المحاضره القادمه راح اتكلم عليما على الانبوت بوكس، وراح نشوف شنو الانبوت بوكس وشنو اختلافها على المسج بوكس. راح اوقف التسجيل.